أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين، إنه سميع مجيب. ثم إنني أحمد الله تعالى على أن وفق وأعان ويسر هذا الاجتماع المبارك وإقامة هذه الدورة المباركة في تفسير القرآن الكريم، والتي تعتبر بفضل الله عز وجل من أوليات الدورات العلمية المتعلقة بكتاب الله عز وجل تفسيراً وتدبراً. وإنني أهنئكم أيها الإخوة طلبة العلم على أن اختاركم الله عز وجل لهذه المجالس المباركة، هذه المجالس التي لا تعدلها مجالس في الأرض إلا مجالس الذكر، هذه المجالس القرآنية أيها الأحبة، وهذا المجلس الكريم. أرجو وأحتسب على الله عز وجل أن يكون من المجالس التي تمثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، إلا غشيتهم السكينة، نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما أعظم هذا الأجر وهذا الفضل العظيم أيها الأحبة. أربعة أمور حين تتحقق في هذا المجلس الكريم، وأسأل الله أن يجعلها ممن تحققت فيه هذا المجلس، تتحقق فيها أربع كرامات لأهلها. أما الوصف الأول الاجتماع، ما اجتمع قوم، والوصف الثاني في بيت من بيوت الله، والوصف الثالث يتلون كتاب الله، والوصف الرابع يتدارسونه بينهم. حينها تأتي لأهل هذا المجلس الكريم أربع كرامات: تغشاهم الرحمة، وتنزل عليهم السكينة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله تعالى في من عنده. الله أكبر، ما أعظم هذا الجزاء أيها الأحبة حينما نحتسب هذا عند الله تعالى. وتصوروا أيها الأحبة أن الملائكة، ملائكة الله البررة الأطهار، يحفوننا بأجنحتهم ويستغفرون لنا، نسأل الله أن يجعل ذلك لنا. ثم تصوروا أيها الأحبة أن الله عز وجل رب السماوات والأرض ورب كل شيء يذكرنا في من عنده، نسأل الله أن نكون كذلك وأن يذكرنا الله تعالى في من عنده. ولا شك أيها الأحبة أن أعظم ما يبعث لذلك ويحققه
هو تحقيق الإخلاص لله عز وجل في هذه المجالس حضوراً واستماعاً واجتهاداً ونيةً، نسأل الله أن يحقق لنا الإخلاص في ذلك. ثم أما بعد أيها الأحبة، وبما أننا في بداية درسنا، فأنني لعلي أنبه عن أمور. الأمر الأول أن هذه الدورة ربما يكون فيها شيء من الاختصار، فليست دورة فيها تفصيل لمسائل التفسير وخلافاته وما يتعلق بمسائله الدقيقة، ذلك أن ذلك يطول، ولو بقينا في سورة البقرة وحدها لا بقينا سنوات، لكن الإخوة وفقهم الله حرصوا أن تقام مثل هذه الدورة في سنتين ليلقى فيها أهم ما يمكن أن يكون لطالب العلم في تأسيسه في تفسير كتاب الله عز وجل وفهمه عرضاً عاماً مع بعض المسائل والدقائق والفوائد واللطائف. الحمد لله، هذه السورة العظيمة أيها الأحبة سورة افتتح الله تعالى بها كتابه العظيم، وهي كما نعلم سورة هي أعظم سور كتاب الله تعالى كما سيأتي بفضلها، لكننا لعلنا نتحدث أولاً عن ما يفتتح به القرآن، قراءة القرآن من الاستعاذة والبسملة. فقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الكلمة يفتتح بها كتاب الله تعالى كل قارئ، وليست آية من كتاب الله عز وجل، وإنما الغرض منها هو التجرد من حظ الشيطان وقطع السبيل عليه إلى أن ينال من قلبك حين تبتدئ كتاب الله عز وجل بأن يجعل من قراءتك نصيباً لغير الله تعالى. فإنك بهذه الاستفتاحة تقطع طريق الشيطان. وقولك أعوذ بمعنى ألتجئ، أعوذ بمعنى ألتجئ من الشيطان الرجيم، والشيطان هو كل عات متمرد من الجن والإنس، من الجن والإنس، وإنما سمي شيطانا بمعنى شطن بمعنى بعد، فهو شيطان مبعد رجيم مرجوم مبعد عن رحمة الله عز وجل. وفي هذه الاستعاذة أيها الأحبة وقولك أعوذ بالله اعتراف منك أيها العبد الضعيف بعجزك، والتجاء منك وإيمان بربك سبحانه وتعالى القادر أن يدفع عنك هذا الشيطان وشره ووسوسته، ولا سبيل أيها الأحبة إلى القرب من الله عز وجل إلا بأن يعترف الإنسان بضعفه، وبأن يعترف الإنسان بقدرة الله عز وجل وفضله عليه. والفرق بين أو العلاقة بين الاستعاذة والبسملة أيها الأحبة، هناك علاقة لطيفة، وهي أنك تبتعد من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يصدك عن ذكر الله لتصل إلى الرحمن الرحيم الذي يريد لك الخير ويريد لك دار السلام والهداية في الدنيا والتوفيق والنجاة في الآخرة. فإنك في البسملة في الاستعاذة تبتعد عن هذا الشيطان، في البسملة تقترب من ربك الرحيم الرحمن الرحيم. أما البسملة أيها الأحبة وهي آية من كتاب الله عز وجل أنزلت على القول الصحيح للفصل بين السور في خلاف طويل لا يسع المقام لتفصيله، فقيل أنها آية من الفاتحة، وقيل أنها آية أنزلت للفصل بين السور، وهي آية من سورة النمل في قصة النمل. وقد ذكر أو روي عن جعفر الصادق أنه قال البسملة تيجان السور، وهذا يدل كما قال القرطبي رحمه الله أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها. وإذا قلنا ذلك أيها الإخوة دل على أن
قراءة الفاتحة، قراءة البسملة في الصلاة ليست ركنا في الفاتحة، هذا على القول برجحان أن البسملة ليست من الفاتحة. أما على القول بأنها ركن أو أنها من الفاتحة فلا بد للقارئ في الصلاة أن يقرأها. هذه البسملة أيها الأحبة تأملوا فيها جيدا، تجدوا أنها تضمنت ثلاثة أسماء، تضمنت ثلاثة أسماء. هذه الأسماء هي الله والرب، بسم الله الرحمن الله والرحمن والرحيم. هذه الأسماء أيها الأحبة هي أصل الأسماء كما قال ابن القيم، وأعظمها وأجملها، هي أصل الأسماء وأعظمها وأجملها. واسم الله عز وجل لفظ الجلالة الله هو أعظم الأسماء وإليها مرجع الأسماء كلها، فهو مشتمل عليها جميعا. أما الرحمن والرحيم فلشمول معنى الرحمة التي عليها مدار الدارين، الرحمة عليها مدار الدارين وعليها مدار القبول والنجاة في الدنيا والآخرة. ولذلك تضمنت هذه البسملة هذه الأسماء الثلاثة، والغرض منها والقصد أيها الأحبة الافتتاح والتبرك والتيمن. فإنك تقول أستعين بالله تعالى باسمه الرحمن الرحيم، وهذا لا شك دافع وداع بإذن الله تعالى إلى عون الله لك وتوفيقك. وقولك بسم الله بمعنى بسم الله أقرأ، حينما تفتح الباب أو تدخل في للمسجد تقول بسم الله أدخل، وحينما تكتب تقول بسم الله في نيتك أكتب، وهكذا. فالمتعلق متعلق الباء محذوف يقدر على حسب الفعل الذي يفعله الإنسان. ففي القراءة يقصد في بقوله بسم الله أي بسم الله أقرأ. أما سورتنا العظيمة سورة الفاتحة أيها الأحبة، وربما يكون لنا سعة من الوقت في بيانها والتطويل فيها، ذلك أنها سورة أيها الأحبة سورة عظيمة. وعلي رضي الله تعالى عنه ابن أبي طالب يقول، واسمع ما يقول، يقول لو شئت لأوقرت لكم، يعني حملت لكم 70 بعيرا من سورة الفاتحة. الله أكبر. يقول لو شئت لكتبت صحفا تحمل ما يحملها إلا 70 بعيرا من تفسير وبيان سورة الفاتحة. ولكننا نريد أيها الأحبة أن نقف في هذا المجلس ونخص هذا المجلس به بسورة الفاتحة خاصة، ذلك لعظمها، وأن المسلم يقرأها وجوبا وفرضا في كل يوم 17 مرة، وما ذلك إلا لعظمها، بل إنه يقرأها في الفريضة والنفل أكثر من 30 مرة. ما السر في هذا وما السر في إعادتها أيها الأحبة؟ إنما ذلك لأمر عظيم أيها الأحبة وغرض تحمله تتضمنه هذه السورة. لكننا قبل أن نذكر مقصدها والمحور الأساس الذي تدور عليه، علنا أن نلمح إلماحة إلى بعض فضائلها. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أي أنها اشتملت على القرآن كله، وهذا دليل كاف في فضلها. وأخرج البخاري عن أبي سعيد بن المعلى وهو حديث عظيم، قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه لأنه كان في الصلاة، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم تسمع، ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي، اسمع ما يقول، قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم حتى أراد أن يخرج فأخذ بيده. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر مدى اهتمام سعيد بن المعلى، اهتمامه وحرصه على هذه الفائدة العظيمة وهذه الهدية الكبيرة
من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو مهتم أم لا؟ فلما أراد أن يخرج وقف سعيد بن معلى رضي الله تعالى عن أبي سعيد فقال: يا رسول الله، إنك قلت لو علمنك سورة هي أعظم سورة من القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والحديث في البخاري. وإنما كانت أيها الأحبة أعظم سورة من القرآن. لماذا؟ لماذا كانت أعظم سورة من القرآن؟ لأنها تضمنت جميع معاني القرآن ومقاصده، جميع معاني القرآن ومقاصده. ولهذا سميت بأم الكتاب وأم القرآن والأساس والوافية والكافية، كل ذلك دليل على أنها تضمنت أصول القرآن كله. وقد تضافرت أقوال المفسرين في هذا مما يطول في ذكره. اسمع إلى ما ذكر ابن القيم في كلام النفيس، قال: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية، اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى بثلاثة أسماء، وهي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى. فانظر يا رعاك الله إلى ذلك بعين بصرك وبصيرتك. هنا سؤال مهم هو محط رحلنا في هذه الجلسة، أرجو سلمكم الله أن ترعوا لي سمعكم، ومن وعاه جيداً فسيقرأ الفاتحة قراءة أخرى، وسيجد في هذه الفاتحة معناً لا يجده وطعماً لا يجده في غير تأمله بهذا المعنى. ما هو مقصد السورة، مقصد الآية، سورة الفاتحة؟ وقبل أن أبين هذا المقصد أريد أن ألمح إلى أهمية علم من علوم القرآن ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يفهم كتاب الله عز وجل فهماً صحيحاً فعليه بهذا الأساس وهذا العلم، وهو مقاصد السور. لكل سورة أيها الأحبة بالتأمل الثاقب محور أساس تدور عليه، هذا المحور يجمع مقاصد وموضوعات، والوصول لهذا المحور يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى تأمل طويل ودقة فهم، ذلك أنه علم يتعلق بدقائق السور. فهذا المحور إذا وفقك الله وفتح لك بابه فإنك ستجد في هذا المحور ما يجمع لك معاني السورة كلها. تأملوا يا إخواني الكرام، سورة الإخلاص ما هو محورها؟ محورها هو اسمها الإخلاص. هل تجدون هذا الاسم موجود في ألفاظها؟ هل الإخلاص موجود في ألفاظ سورة الإخلاص؟ لا. إذن لماذا سميت بالإخلاص؟ لأنها سلمكم الله تحقق الإخلاص، فكل كلمة، وليست كل آية، كل كلمة من هذه السورة لها دلالة بالإخلاص. من حقق هذه السورة تحقيقاً صحيحاً حقق الإخلاص لله عز وجل، لأنك إذا قلت قل هو الله أحد فإنك توحد الله عز وجل في كل شيء من شؤون الحياة، ولذلك قال أحد ولم يقل واحد. وحين تقول الله الصمد وهو الذي بلغ السؤدد، كمال السؤدد سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو الذي إليه الملجأ لجميع الخلائق في جميع شؤونهم وحوائجهم، فإنك بذلك قد حققت الإخلاص حقا. ثم إذا قلت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تبين لك أن الله عز وجل مستغن عن كل أحد، فليس له ولد ولا والد وليس له مثيل، فحققت بذلك في قلبك كمال الله عز وجل معرفة واعتقادا. أرجو سلمكم الله أن ترعي لي سمعكم في هذا وقلوبكم. هذه السورة العظيمة التي عظمها الله ورسوله أيها الأحبة وفرضها الله تعالى علينا في كل صلاة، بل في كل ركعة نقرأها، لا بد أيها الأحبة أن نحقق فيها معنى عظيم، ولا بد أن تكون هذه السورة تعني
وترجع إلى معنى لا بد أن نحققه في قلوبنا، ألا وهو تحقيق كمال العبودية لله عز وجل. هذا مقصدها باختصار، تحقيق كمال العبودية لله عز وجل، بمعنى أنك في كل صلاة تقرأ هذه السورة في كل ركعة تجدد العبودية لربك، بل تزداد عبوديتك لربك بحسب معرفتك لما تضمنته هذه السورة. ألست معي حينما قال ابن القيم رحمه الله أنها اشتملت على أمهات المطالب أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن؟ أنت أيها الأخ المسلم حينما تقرأ هذه السورة وتحققها في قلبك اعتقادا ومعنا واستحضارا، فإنك تجدد العبودية لله عز وجل. ولعلنا من خلال التأمل السريع نقف بعض الوقفات التي تبين هذا الغرض وتؤكده. أولا، سلمكم الله، كلنا يعلم الحديث الذي الصحيح الذي أخرجه البخاري في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. هذه الصلاة يعني الفاتحة، وإنما سميت صلاة لأنها ركن في الصلاة، فقسمها الله تعالى نصفين، نصف لله ونصف للعبد. فالثلاث الآيات الأولى فيها بيان استحقاق الله عز وجل للكمال المطلق، والثلاث الآيات الأخيرة والآية الوسطى وهي ركيزتها وعمدتها هي بين الله وبين عبده، كما قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. والثلاث الآيات الأخيرة هي في حق العبد في سؤاله ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم للنجاة في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من تحقق بمعاني الفاتحة، من تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا أي واقعا، فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، فقد فاز بكماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين. الله أكبر. إخواني الكرام، إذا كنا نعلم أن هذه الفاتحة ستحقق لنا عبودية خاصة ونحقق بها كمالا بشريا، فوالله حق علينا أن نولي هذه السورة عناية كبرى في حياتنا وأن نستحضرها معنا وعملا. افتتح الله عز وجل بقوله: الحمد لله رب العالمين. قوله الحمد لله رب العالمين، هذه الآية غرضها إثبات الكمال المطلق لله عز وجل، وأن الحمد هو الوصف الجامع للكمال. الحمد هو وصف المعبود سبحانه بصفات الكمال، فحين تقول الحمد لله فإنك تقول ربنا يستحق الوصف الكامل، فهو كما قال بعض المفسرين أيضا هو الثناء على الله بالكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. فإذا كان سبحانه وتعالى عليما فله الكمال كله في العلم، وله العلم كله، هذا كمال. فأنت تستحضر في قولك الحمد لله رب العالمين أن الله تعالى له الوصف الكامل المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. لو استحضرت هذا المعنى أيها الأخ المبارك، والله لحققت في قلبك معرفة بالله حقيقة كبيرة، وعبدت الله حقا عبودية صحيحة. ولذلك قال الله عز وجل: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، حمدني عبدي، والحمد هو الثناء بالكمال. وافتتح الله تعالى الفاتحة بالحمد، وافتتح الله كتابه بالحمد، لأن أجمع كلمة في وصف الكمال لله عز وجل هي هذه الكلمة. أجمع كلمة في وصف الله عز وجل بالكمال هي قولك الحمد لله رب العالمين. فناسب أن يفتتح الله كتابه الذي هو رسالته للخلق بها، ليكون أول ما يتلقاه العباد من كلام ربهم، أول ما يتلقاه العباد حينما يقرؤون كتاب ربهم يكون
تتلقاهم كلمة الحمد لله رب العالمين، فيستقر ذلك في نفوسهم وفي أحوالهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من حقيقة في تأويل أو في تفسير الفاتحة، ما وجدت أحدا حقق معانيها بهذا المقصد مثله. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله الحمد لله رب العالمين: نجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب. نجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب فعلا ووصفا واسما، وتنزيهه سبحانه عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما، وبذلك كمل التوحيد. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أحمد ربي أو حمدا لله. لماذا؟ ما الفرق بين قولنا الحمد لله رب العالمين وبين قولنا حمدا لله رب العالمين؟ الفرق ظاهر أيها الأحبة، فإن قولك الحمد لله رب العالمين تفيد الاستغراق، فإن الألف واللام في قولك الحمد لله للاستغراق. فولله المثل الأعلى، حين تقول الرجل أو تقول رجل، أيهما أكمل في المعنى؟ الرجل، لأنك حين تقول الرجل يعني قد كملت معاني الرجولة فيه، فقلت هذا الرجل قد كملت فيه معاني الرجولة. أما حين تقول هذا رجل يعني فيه بعض صفات الرجولة. ولله المثل الأعلى في ذاته وأسمائه وصفاته، فإن قولك الحمد يعني جميع معاني الحمد لله رب العالمين. وأيضا فإن قولنا الحمد لله رب العالمين افتتاح الحمد الفاتحة بها يفيد أن الله تعالى محمود قبل أن يحمده الحامدون، يفيد أن الله محمود قبل أن يحمده الحامدون. فهؤلاء سواء حمدوا أو لم يحمدوا فهو سبحانه محمود منذ الأزل إلى الأبد سبحانه وتعالى. ما أعظم ذلك أيها الأحبة، وما أعظم استحضاره. قولك رب العالمين، تخصيص هذا الوصف الرب وافتتاح الصفات به قبل الرحمن وقبل الملك، لماذا؟ لأن الرب أيها الإخوة أعظم المقامات أثراً وتعلقاً بمصلحة العباد، أعظم المقامات أثراً وتعلقاً بمصلحة العباد والإحسان إليهم هو معنى الرب، لأنه يدخل فيه معنى السيد المربي سبحانه وتعالى، ويدخل فيه معاني النفع والضر والإحسان وغير ذلك. فخصه سبحانه وقدمه ليكون أول ما يشنف آذانهم فيدعوهم إلى سرعة اللجوء والاستجابة إليه سبحانه وتعالى، ويكون أقوى لتحريك قلوبهم، أقوى لتحريك قلوبهم وعطفهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وفي تقديمه أيضا دليل على أن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، فلم يقدم ملك على الرب. لو قال الحمد لله مالك يوم الدين رب العالمين لكان غضبه قد سبقت رحمته. فأما وقد قدم هنا في الفاتحة التي هي فاتحة كتابه، قدم الرب على ملك، فيدل ذلك على أن رحمته سبقت غضبه، وله الفضل والمنة سبحانه. قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذه الآية أيها الإخوة، قبل ذلك نرجع في قولك الحمد لله رب العالمين، لماذا قال رب العالمين ولم يقل رب الناس؟ لماذا قال رب العالمين ولم يقل رب الدنيا والآخرة؟ ليفيد أيها الأحبة كمال الله عز وجل، فإنه رب للعالمين جميعا، إنسا وجنا وحيوانات، والعالمون كثر لا يعدون، ففي البحر عوالم لا يحصيها إلا الله، وفي الأرض عوالم لا يحصيها إلا الله، وفي السماء عوالم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فهذا يفيد كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. ولو قال الناس لما كان ذلك كامل، لما كان ذلك كمالا في معنى الآية. وكما قلت لكم السورة كلها في معاني الكمال لله تعالى. قولك الرحمن الرحيم، وقول الله عز وجل الرحمن الرحيم،
هذه الآية في بيان كمال الثناء على الله عز وجل وصفا وفعلا. ولذلك قال الله تعالى: فإذا قال الرحمن الرحيم ماذا يقول الله؟ قال: أثنى علي عبدي. فإنك بقولك الرحمن الرحيم تثني على الله سبحانه وتعالى. وجمع بين الاسمين أيها الإخوة الرحمن الرحيم لأمور: أولا أن الرحمن هذه دالة على الصفة القائمة بالله عز وجل وهي الرحمة، والرحيم الصفة الدالة على تعلقها بالمخلوق وهي أثر الرحمة على المخلوق. فتأمل ذلك أخي الكريم، هذه من دقائق ابن القيم رحمه الله. الرحمن دال على الصفة القائمة بالله، يعني أنه متصف بالرحمة سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلق هذه الرحمة وأثرها في على العباد. فانظر يا رعاك الله كيف تحقق في قولك الرحمن الرحيم وصف الله بهذه الصفة بأعلى وصف، ووصف الله عز وجل بأثرها على العباد، وذلك أقرب إلى قلوبهم وتعلقهم بربهم سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة، هنا سر في هذه الفاتحة يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني. ما معنى هي السبع المثاني؟ هذه مسألة مهمة جدا قلبا ينتبه لها أو يلحظها. السبع المثاني، المثاني ما معنى المثاني؟ اختلف المفسرون فيها، قيل هي تثنى في كل ركعة، والصحيح أنها معانيها فيها مثاني، ففيها الشيء مقابله. تصوروا معي أيها الأحبة أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فهذا معنى مثاني. وتصوروا قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ترغيب وترهيب. وتصوروا قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا حق الله وحق العبد، إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد. وتصوروا قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذه وجوه المثاني. ولو أننا تأملنا أكثر لوجدنا وجوها أكثر من ذلك في تحقيق هذه المثاني. فهي السورة التي ذكر فيها المعنى ومقابله الرب، الله عز وجل والرب، فهنا ترهيب وترغيب. الرب والرحمن أيضا بينهما مثاني، الرحمن والرحيم بينهما مثاني، الرحمن ومالك بينهما مثاني، إياك نعبد وإياك نستعين مثاني، وكذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم بينها مثاني. فهذه السورة السبع المثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتدبرها جيدا وفقك الله. ثم قال الله تعالى: مالك يوم الدين. هذه الآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى له الملك وحده سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم الجزاء على الأعمال. في قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. لأنك إذا قلت مالك يوم الدين تذكرت ملك الله يوم في ذلك اليوم، وأنه لا سبيل لك إلا الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهنا بعض البصائر في هذه الآية. أولا، غرض هذه الآية هو بيان كماله سبحانه مجدا وسلطانا، بيان كماله مجدا وسلطانا وقدرة وتصرفا، للدلالة على كماله المطلق سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث: فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، أي عظمني. إذا قلت مالك يوم الدين فإنك تعظمه في ملكه سبحانه وتعالى وقدرته وتصرفه سبحانه وتعالى. وذكر وصف الملك بعد الربوبية والرحمة مناسب كما ذكرت لكم، هم باب المثاني. فإن الربوبية والرحمة دالة على كمال لطفه ورعايته وإصلاحه للخلق، وصفة الملك دالة على كمال تصرفه وقدرته وأمره ونهيه سبحانه وتعالى. وأيضا فإن صفة الربوبية والرحمة داعية لماذا؟ صفة الربوبية والرحمة داعية للرجاء والترغيب والتشويق في العبد،
فأتبعها سبحانه وتعالى بصفة الملك الداعية إلى الترهيب والخوف، ليجتمع في قلب العبد الخوف والرجاء. وهذه كمال العبودية، إذا اجتمع في قلبك الخوف والرجاء وبينهما المحبة فذلك هي كمال العبودية. هنا سؤال أيها الأحبة، وهو ما وجه تخصيص يوم الدين؟ لماذا قال مالك يوم الدين ولم يقل مالك الدنيا والآخرة، مالك السماوات والأرض؟ لماذا خص هنا يوم الدين مع أن السورة أيها الأحبة في بيان كمال الله المطلق، كماله في ذاته وأسمائه وصفاته؟ فلماذا خص يوم الدين؟ لمن الملك اليوم في يوم القيامة، يوم يجمع الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم وجميع الخلق يجمعون في ذلك اليوم، فليس لأحد ملك، ليس لأحد في ذلك اليوم قدرة ولا نفع ولا ضر إلا بإذن الله. فحينها يقول الله تعالى لمن الملك اليوم، فيجيب الله تعالى بنفسه لله الواحد القهار. فانظروا وتأملوا قوله الواحد القهار، فحين تمثل الملك الكامل لله عز وجل في ذلك اليوم، جاء في هذه السورة التي تحقق الكمال لله تعالى تخصيص يوم الدين. أما في الدنيا فإن الله جعل للخلق ملك تحت ملكه سبحانه وتعالى، لكنه في الآخرة ليس لأحد ملك، فلذلك قال هنا يوم الدين. ولماذا قال يوم الدين ولم يقل يوم القيامة أو يوم الجزاء؟ لماذا خص يوم الدين؟ للإشارة إلى أن ذلك اليوم هو يوم الجزاء على الدين. وما هو الدين؟ هو دينه سبحانه وتعالى. أما غيره من الأديان فليس لها عند الله نصيب. فكأن الله تعالى سبحانه في هذه الآية يقول في ذلك اليوم هو الجزاء لديني، من أراد أن يكون من أهل ديني فإن ذلك اليوم هو جزاء على الدين. فانظروا وتأملوا أيها الأحبة هذا التعبير الكريم العظيم البليغ. ثم هنا قراءتان في قوله مالك يوم الدين، قراءتان صحيحتان متواتراتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة مع القراءات، وهي أن القراءات أيها الأحبة فيها سر من أسرار القرآن، تفيد تعدد المعاني، تفيد تعدد المعاني. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه القرآن حمال ذو وجوه، بمعنى أنه يحتمل معاني كثيرة، فالكلمة الواحدة قد تستخرج منها معان كثيرة. وهذا معنى قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذه الكلمات المعدودة تجمع معاني لا منتهى لها في كل زمان، في كل زمان نجد من المعاني ما لا يمكن أن يكون في زمان قبل، في كل عصر يناسب هذا القرآن حل مشكلاته بواقعيته وبلغته وبأحواله. والله تعالى أعلم وأعظم في أن يجعل هذا القرآن هداية للناس من أولهم إلى آخرهم. فقولنا مالكي وملك هنا قراءات، والقراءات تفيد تعدد المعاني. فما هي المعاني تحت كلمة ملك وما هي المعاني تحت كلمة مالك؟ المعاني تحت كلمة ملك تفيد كمال القوة والسلطة والجلال والعظمة، الملك هكذا يفيد الجلال والملك والعظمة. ومالك تفيد التصرف التام والنفع التام والضر التام، فله سبحانه وتعالى التصرف التام في كل شيء، فقد يكون ملك ولا يكون مالك في المخلوقين ولله المثل الأعلى، أليس كذلك؟ قد يكون في الدول ملك لكنه لا يتصرف، كملكة بريطانيا ليس لها من الأمر شيء. أما ولله المثل الأعلى قولنا ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فهي تحقق لله تعالى المعنيين جميعا، الجلال والعظمة والسلطان، وتحقق معنى النفوذ والتصرف التام سبحانه وتعالى له. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.